بتنجح هذه الثورات مثلا ببلاد المغرب العربي بتختلف عن بلاد المشرق العربي بتركيبتها. مصر، تونس، بلاد شعب واحد، جيش وطني واحد، انه ما عاد فينا نصدق انه ممكن الشعوب تتحرك لحالها. فمن جهه ناس بتحب تكب المسؤوليه على الامريكان، ومن جهه ثانيه بتكب الناس المسؤوليه على ايران. بس حقيقه هذا الكلام لا يقصد به الا شغله وحده، اهانه الشعب العربي، اهانه اهل مصر، اهانه اهل تونس اللي قدموا هذه التضحيات. لا، هيدي الثوره بنت بلادها، بنت شبابها، بنت اهلها، قاموا فيها بعد اختناق طويل. حتما حتما الانفجار بعد هذا الضغط الكبير الا ما يكون بهالشكل قوي جدا. الكتله الديموغرافيه الشبابيه اللي كان علماء الاجتماع وعلماء السياسي بيحذروا من انفجارها اذا ما بتوجدها مكان للحريه، مكان للتنفس، مكان للعمل. فكيف بالاحرى بلدان اكثر من 50% من 60% بيسكنوها شباب؟ ثانيا، ما في بقى كان معبر للتنفيس عن الحريات الا بالمتنفسات الاخرى، يعني يا بالفيسبوك يا بالانترنت يا بشيء من النوع. للاسف في المشرق المواضيع مختلفه جدا، في لبنان وفي العراق، لانه هذه البلاد المتنوعه للاسف بالطبيعه الطائفيه للنظام بتجرنا مره ثانيه لصراعات طائفيه اكثر ما بتجرنا لحلول وطنيه. نحن هنا لسنا مواطنين، نحن هنا رعايا في طوائف، فبالتالي اما ان ننتفض على طوائفنا وذاتنا وان نتوحد. وبظل هذه التركيبه الطائفيه بتصور من المستحيل ان نتوحد. هيك نحن، هيك العراقيين. وبعتقد لكل من بلاد المشرق له خصوصية معينة، ربما تسهل ربما تصعب. أنا لا أنكر أنه كمان صورة لبنان ربما أثرت بجانبين، يعني في قصة الحركة اللي صارت بالشارع أنه بتقدر شعب يضغط وينزل بالشارع بكمية ويغير، بيقدر كمان الحالة الثانية الصمود اللي صارت اللي ترجم بال2000 واللي ترجم بال2006 انه شعب صغير بيقدر يقاتل وبيقدر يقاوم. كلياتها هيدي كان لها تاثيرات. انا لا اقول ابدا انه هي من صنع ثوره مصر، اكيد حرام نكون عم نظلم ثوره مصر. بعدين ثورتنا هون لم تختبر، يعني بمعنى انه كانت اشبه بنزهه رجفيه. يعني انا كان السؤال لو كان هناك رد من النظام الامني اللي كان حاكم واللي كانوا هن نازلين ضده، انه لو نزل قمع كان رح يستمروا ويعملوا ردة فعل مثل ما عملوا المتظاهرين من مصر؟ هذا سؤال لحد هلا ما حدا عنده جواب عليه، ما حدا بيعرف. يمكن كانت عملت أكثر، يمكن كنا نقول لا، يمكن كانت فرطت بساعتها. إذا ثورة 14 آذار مع احترامنا الجزيل لها والكبير لها لم تختبر بهذا المعنى. طبعا في فارق، كمان في فارق بالمعنى وبالمبنى وبالفاعل وبالمفعول به، يعني وصلت عند حد معين وما وصلت، ما تجاوزته، ما راحت طال النظام السياسي الكل اللي كان عم يفرض الاشياء اللي كنا نحن متضايقين منها، لا بل اجت تعزز النظام الطائفي اللي هو سبب كل مشكلات البلد.